هذا وتزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك قام فريق من المفتشين العاملين في اداره التفتيش بوزاره الصناعه والتجاره والسياحه بتنفيذ جوله على الاسواق وذلك للوقوف على جاهزيه المحلات التجاريه ومدى التزامها وتقيدها بالاسعار المحدده وبالعروض التي تقدمها الى جانب التاكيد على اهميه التزام اصحابها ومرتاديها بالتعليمات والاجراءات الصحيه المناسبه لمنع انتشار فيروس كورونا. تم تنفيذ هذه الجوله تزامنا مع حلول عيد الفطر السعيد لتقييم العمليه التنظيميه في الاسواق والاطلاع على كيفيه عرض البضائع في المنشات التجاريه وعدم التلاعب باسعارها الى جانب التاكد من توفر المناخ الصحي المناسب لمرتادي السوق بشكل يبقي على فرحه العيد ولا يعكر صفوها اي شيء بصحبه فريق من المفتشين العاملين في اداره التفتيش التابعه لوزاره الصناعه والتجاره والسياحه بدات جولتنا في سوق العراقه والاصاله في اروقه باب البحرين وداخل ازقته التاريخيه جوله تم تنظيمها مع قرب مجيء عيد الفطر المبارك للوقوف على جاهزيه المحلات والمولات التجاريه ومدى التزامها وتقيدها بالاسعار المحدده وبالعروض التي تقدمها ورصد اي مخالفات او حالات لغش تجاري قد يقع ضحيته المستهلك المتوجه نحو شراء حاجياته من البسه ومواد غذائيه وحلويات ومكسرات يزداد الاقبال عليها خصوصا في فتره الاعياد الدينيه استعدادا للدخول في اجوائها البهيجه لاحظنا ان لله الحمد في التزام كبير من ناحيه الاجراءات الاحترازيه، واقبال الناس يعني ماخذين بالاحتياطات، بالكمامات، وايضا المحلات التجاريه ملتزمه بالاجراءات المطلوبه منهم، وهذه الحملات احنا كثفنا في المحلات اللي فيها اقبال كبير، محلات الحلوى، محلات بيع الملابس، محلات الخياطه، هذه الاماكن اللي يكثر فيها التردد هي اللي ركزنا عليها، ولله الحمد ما شفنا فيها مخالفات يعني الا الا اشياء بسيطه قابله للتصحيح وقمنا بالاجراءات اللازمه. لا زالت الزيارات التفتيشيه في جميع محافظات مم محافظات مملكه البحرين مستمره على المحلات والاسواق التجاريه والتاكد من مدى مطابقه المحلات بالقوانين والانظمه الموضوعه من قبل وزاره الصناعه والتجاره والسياحه بالاضافه الى ذلك التاكد من الاشتراطات الصحيه وعي وادراك مجتمعي من قبل اصحاب المحلات بضروره عدم المبالغه في اسعار السلع التي يرغب المستهلك بشرائها ويحرص على توفرها بين يديه بما يتواءم مع متطلبات العيد ومستلزماته المتنوعه ليصبح لزاما في الوقت ذاته على المعنيين في إدارة التفتيش بالتوجه نحو تقديم النصح والإرشاد لهم بعدم تشكل التجمعات داخل متاجرهم الخاصة والتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والله هو الوقاية زين عمي واحد يلبس الكمام ويعقم يده هذا من صالحه مو من صالح بس الحكومة من صالحه ليه لنفسه ولا أهله ولا لازم الواحد يتوقع من كل شيء يصير الحمد لله الامور شوي اتحسنت احسن من قبل بس يعني ازمه عالميه ذي الحمد لله السوق يعني شوي راح صار الانتعاش شوي اكثر الى احد المجمعات الشرائيه الكبيره انتقل بنا فريق اداره التفتيش التابع لوزاره الصناعه والتجاره والسياحه لمعاينه الوضع الصحي والتجاري فيه. فريق من المتطوعين البحرينيين رغبوا في التواجد لمعاونه المختصين في الوصول الى اهداف هذه الجوله. الدور اللي قمنا به من من خلال تشيك السجلات التجاريه والافرع التاكد من الاسعار والتأكد من عدم اكتظاظ المحلات بالزبائن رقابة قانونية من أجل بيئة تجارية نزيهة خالية من أي مظهر من مظاهر التحايل على المستهلك والتلاعب بأسعار السلع المعروضة أمامه ناهيك عن الحث بأهمية التقيد بالتعليمات والإجراءات الصحية المناسبة للحد من خطر فيروس كورونا وتثبيت سرعة انتشاره لتلفزيون البحرين محمد رشيدات